استوادري ما أفعل الآن؟ أتحس الحيرة حقا؟ أنت تنظرين إلى الأمر من جانب واحد، أما أنا فمرغم أن أراه من كافة وجوهه. أخي، لا يقدر على إعلان الحقيقة إلا قلة، فكن منهم. ولا يقدر على مواجهتها إلا قلة. مولاي، الناس دائما مستعدون لسماع صوت الصدق، حتى لو كان عكس كل ما ألفوه طوال قرون طويلة. دعهم يحددون هذا. تحدث هزة لا يقوى أحد على احتمالها. هل تقوى على الكتمان؟ وهذا أيضا لا نطيقه، وإذا تقناه فلن يكون ممكنا. فإذا ما اكتشفنا في أيام أسرارا أخفيت لمئات السنين، فسوف يعرف الناس ما حدث. الشائعات دائما لها مذاق أمر من التصارح. إني أواجه شيئا كالمستحيل. إنه سباق وعلينا أن نربحه. لقد خسرنا كل شيء. ليس هذا وقت الحساب، لكنني لا أرى أننا خسرنا شيئا. لقد خسرنا أنفسنا، خسرنا البناء الذي شيدناه سنوات. لست أدري ما أقول يا غريب، فأنا قد وعيت على الحياة وكل من حولي يقول لي لا تضرب، فالضرب جريمة كبرى. لا ترفع يدك، فتلك خطيئة. لا تحطم شيئا، فالكسر خسارة كبيرة. وهأنا الآن وفي أيام قليلة أكتشف أنك لكي تعيش عليك أن تدافع عن حياتك. ماذا تظنني يا رجل؟ أنا أحمل بداخلي ما يزيد عن بركان، وأقسم إنني لو جلست وناقشت أفكاري مع أحد ما وصلت إلى يقين. لكن قلبي يسيرني، وسأدعه يسيرني إلى ما يريد. انقذوني. من هناك؟ أدركوني. هذا صوت سيدة. لا تقلقي، سأدخل إليك حالا. كيف اهدئي يا سيدتي، بعد قليل سأدخل إليك. اهدئي. اصبري يا سيدتي صبرا. حالا يا سيدتي، حالا. فعل بك يا حمدون. حمدون الكبير، ولماذا؟ تلك قصة طويلة. أتعاقبون بالحبس في الكهوف؟ لا، بل هذا يتناقض مع كل القوانين. حمدون الكبير تحت سعة
إطار القانون. يخالف القانون. قمر، قمر، تأخرنا. أنا لا أريد أن أفقدك. لم تفعل. أدرك ما يحدث. هذه نعمة كبرى. أنت تنسجين الخيوط حولي. لست في حاجة إلى هذا. لكنك لا تعرفين حمدون الكبير. تظن؟ أنا لن أترك أحدا يدمرني. قبل أن يفعل سأدمر كل شيء. قد يكون هذا خيرا. أنا لا أقبل الهزيمة. حمدون، أنا مؤمنة جدا بالتقاليد وعلي أن أحافظ عليها. ليس سواي قادرا على هذا؟ قد بدا هذا واضحا. إذن أنت تضحين بي. أتسمي هذا تضحية؟ أرثي لك، فأنت تقتلين نفسك بلا داع. سيظل حمدون الكبير هو حمدون الكبير وسترين. لقد تعبت. في كل هذه المنطقة لا أجد شيئا مصنوعا من الحديد إلا هذا. فإذا ما تتبعنا كلمات اللغز فربما كان هذا المكان فوق الحديد وهذا هو الحديد. أعود أنا وحدك. مستحيل. اصبر، سنعود معنا. ولكن لماذا لا نبحث هنا؟ تبحث عن أي شيء؟ عن كتاب المعرفة. ماذا؟ أيخيفك هذا؟ هذا أكبر الكبائر في بلادنا. والحبس أليس ممنوعا؟ ومع ذلك فقد فعله حمدون الكبير. وإذا خرق حمدون الكبير القانون وهو من هو فاسمحوا لي أن أفعل. أنا على الأقل أفعل هذا من أجل المعرفة. أنا لن أحضر هذا أبدا. عودي إذن. ولكن ربما قابلك حمدون في الطريق. في المرة الأولى أراد قتلك بالحبس، في هذه المرة سيستخدم يديه. ولم لا؟ ألست الضحية والشاهد؟ ها هو. هذا هو؟ إذا لم يكن هو سأحزن حزنا كبيرا. أرجوك، أرجوك، في حضوري هذا خطر علي. لا بأس، لا بأس من تأجيل هذا. فالمعرفة تحتاج إلى جلسة مريحة. هيا. أوجدت؟ أظن هذا. تظن؟ ظننتك فضوليا. لابد أنك قرأت. ماذا حدث؟ حدث أن الزمن أقوى من المعرفة. أفسد الأوراق. لم يبق ما يقرأ. سطر واحد. ما هو؟ إذا أردت المعرفة فاسعى إليها. فالمعرفة لا تعطى ولكن تؤخذ. وانمحت السطور. كارثة. أتظنين هذا؟ لابد أنه كان فيه الكثير مما لا نعرفه. بالتأكيد. ومما لا نستطيع معرفته. من الذي يستطيع أن يجزم؟ إذا كان أحد قد عرف فمن الممكن أن نعرف. هذا جائز. بل واجب. طريق المعرفة صعب. الناس يا سيدتي صنفان. صنف يحب الصعاب وصنف تقهره الصعاب. ليست الأمور شركة أو اتفاقا، فأنا حامي هذه المدينة وعلي أن أنبه إلى ما يحدث فيها. وأنت يا حمدون ارتكبت عددا كبيرا من الجرائم التي تسيء إلى تقاليدنا وإلى أي تقاليد أخرى. أحب أن أعرف كل شيء. أطلب تقديم حمدون الكبير إلى محاكمة تبين ما فعل.
لست أدري هل أغضب أم أضحك. تلك لعبتي أيها السادة، ولن تنالوا مني بما ابتكرته. لن نحزن لو ثبتت براءتك. قلت إنني أريد أن أعرف كل شيء. لا يحتمل نهار واحد تعداد ما فعله حمدون الكبير، ولكن باختصار شديد وحسب الترتيب التاريخي نعتقد أن حمدون مسؤول عن بعض حوادث القتل الغامضة، وبالذات مقتل زوج السيدة قمر، ثم الزواج سرا أكثر من مرة. هذا مستحيل. القائمة طويلة يا مولاي. هل حدث هذا فعلا؟ إذا كانت المحاكمة قد بدأت الآن فسأتكلم. والتهمة الأخيرة قتل نهار. من السهل إلقاء التهم في وجوه الآخرين، ولكن ليس من السهل إثباتها. ولا تنسوا أيها السادة أن هذه لعبتي التي تعلمتموها مني، وكنت أتوقع منكم هذا. الجارية نهار قاتلها هو. لن يحدث ذلك أبدا. ها هو يحدث. أنا لا أوافق على الاستسلام لهذا الوحش. هل أنا التي توافق؟ الأمور تتغير. أعرف، لكن ليس بالسرعة الكافية. عليهم أن يغيروا كل القانون الليلة قبل أن يتم القمر. بالتأكيد. فهل تحلمين يا جدتي بأن هذا سيحدث في ساعات؟ اليوم يسير الوقت بسرعة أكبر من أي يوم آخر. لا يبدو قتاله صعبا. ولا يبدو سهلا. أنا أراه مستحيلا، ولكنه مع ذلك يسلينا. فإذا لم يكن هناك وحش ماذا كنا سنفعل؟ كنا سنرحل بالطبع. لو كنا نستطيع لرحلنا قبل قضاء على الوحش. ولما كان تحركنا مستحيلا فعلينا أن نبتكر وسيلة أخرى نشغل بها أنفسنا في الغد. سنشغل أنفسنا بالرحيل. هذا يجعلني أتلهف على الصباح. إذا نجونا من الوحش. أتريان ما نفعله هو ما يجب؟ أنا لا أعرف ما يجب. نقتل الوحش نيابة عنه. بطولة منا. فإذا رحلنا ليتنا نرحل. ربما جاء وحش آخر، فماذا سيفعلون؟ لا أظنك تطلب منا البقاء. فنظل نقاتل عنهم؟ بالطبع لا، عليهم هم أن يتغيروا. يبدو هذا مستحيلا. ولماذا يا صاحبي؟ لأنهم آمنوا بما يفعلون مئات السنين، لكنه لا يستقيم مع الواقع. فعليه أن يتغير. وكيف يتغير؟ لا أدري، ولكن علينا أن نتركهم وقد أصبحوا قادرين على قتال الوحش. أنا عادة لا أترك أدلة خلفي. أنت كنت الدليل الحي علي. لو اقتربت مني سأصرخ. بلهاء، ولم تتعلمي مني شيئا. أنا لا أقتل بيدي ولا أفعل شيئا كهذا في مكان كهذا. أنت تريد قتلي. ألم أقل إنك بلهاء؟ لو قتلت الآن ستكون القرائن كلها ضدي، وإذا عشت ستكون القرائن كلها ضدي. فماذا ستفعل؟ هذا سؤال يحار فيه دهات الجزيرة وحكماؤها، لكنني أملك إجابته.
وهذا يدل على أن ذهني ما زال صافيا، وأنني ما زلت قادرا على أن أكون أنا. راغبة حقا في الشهادة ضدي يا نهار؟ بالتأكيد. ونسيت حبك لي؟ لقد طاردتني به طويلا. قتلت الحب يوم حاولت قتلي. قبلها هددتني بفضح أمري، فكما ترين هي سلسلة من الأخطاء، وأرى أن ننهيها الآن ونعود كما كنا. ماذا تريد؟ تقولين لهم إنني لا علاقة لي بما حدث لك، وإذا أردت أن تكسبي قلبي مرة أخرى فقولي إنه أبو حديد. هذا ما يجب أن نخلص منه الآن. وتعود كما كنت؟ تفعل كل ما فعلته؟ لا يا حمدون. ألم أقل إنك بلهاء؟ سترين وأنا وحش حقيقي في المحاكمة، أني أقلب الحقائق على رؤوسكم جميعا، وأنت أول. سأثبت عليك 3 جرائم على الأقل، وبالأدلة والشهود، وكذلك على أبي حديد وقمر وغريب، على الجميع، وسأخرج منتصرا في النهاية. أتعرفين ماذا سأفعل بعد ذلك؟ غبية ولا تعرفين الإجابة. سأقتلك. هذه الليلة بداية لعصر جديد، ونحن محبوسون هنا داخل هذه الجدران. أنت التي اخترت هذا. لأنني أبغضت عالمهم، كل ما قالوه كان أفضل مما أستطيع قوله، وكل ما فعلوه كان أسوأ مما أصدق أنه يحدث. وتظنين أن شيئا يتغير الليلة؟ ما نرضى عنه من الصعب أن يوجد، لكن زوال ما لا يجب يخفف عن النفس استحالة أن يحدث ما يجب. أشتهي أن تحدث الزلازل في هذه الليلة. أعتقد أنه لن يحدث إلا زلزال وحش يدمر بعض الغرباء وحبيبة. وأنت جالس هنا بين هذه الكتب. الحقيقة لا توجد إلا هنا. الحقيقة لا توجد إلا هنا، طالما أنهم بإمكانهم أن يزوروا حتى الكتب. كان خطأ وكشفناه. الخطأ الأكبر ألا نعمل. وماذا نستطيع؟ ما قلناه مرارا، أن نقتل الوحش. إنهم يحاولون. فهل حاولنا نحن؟ أنا لا أستطيع. هل يستطيعون هم؟ ماذا ترين؟ أن تفعل شيئا. يدي غير مدربة. يد أخرى قد تمنح القوة. زيارة غير متوقعة. هذا صحيح. لحسن الحظ أننا في فترة البين بين، فقد سقطت التقاليد أو هذا ما يزعمونه، لكن ما زالت هناك القوانين المتبعة، ولذلك ترينني طريقا. لن يستمر هذا طويلا. أنا لا أخشى ما يحدث يا قمر، ففي أفضل الظروف سأكسب كل شيء، ويزيد نفوذي، وأبسط يدي على الجزيرة من بدايتها إلى نهايتها. وفي أسوأ الظروف سيحكم علي بالنفي في الأرض الحرام، وأنت تعرفين مثلي أنها ليست رعبا،
بل هي مكان جميل هيأته منذ سنوات ليوم كهذا. لكن المشكلة هي أنني لا أستطيع الحياة فيها وحدي، فحتى مثلي قد يصاب بالخيبة. وخطأي الكبير أنني أحبك يا قمر. كان يسحرني هذا الكلام من قبل، أما الآن فأنا دهشة لأنني كنت ساذجة إلى هذا الحد. كل ما تتهمينني به هو لصالحي، فحتى إذا كنت قد قتلت كان هذا من أجلك. العنف ليس أبدا طريقا إلى القلب. هذا ما قلناه ورفض؟ كنت أول من خان ما قال، وكل ما يقال يسير تنفيذه إذا ما اتفق عليه الجميع. ماذا كنت أفعل لأتقرب إليك؟ تتزوج من نهار. تلك كانت وسيلة لكسبها. ذات يوم أردت أن تكسب الجزيرة كلها. كان ذلك فيما مضى، أما الآن فأنا لا أريد أن أكسب أحدا غيرك. لقد انتهى ما بيننا يا حمدون، وعليك أن تعرف هذا. تلك فكرة صعب علي تقبلها، فأنا أحبك ولا أستطيع أن أتخلى عنك ولا أقبل العقاب، وأنت هنا ترفلين في العز ولا أسلم لك حياتي، وأنت أكثر من يعرف عني ما أخفيته. تهديد يا حمدون؟ أنت تفهمينني بقدر ما أفهمك، فهو تهديد إذن يا قمر. لا أصدق أنك تورط نفسك أكثر مما تورط. أنا لا أورط نفسي يا قمر، لقد كنت في غرفتي وأعرف أن أبا حديد يضع العيون علي، وما زال رجاله يحرسون الأبواب، لكنني تسللت من حيث لا يرون، وبالطبع أن أستطيع أن أعود كما خرجت. أنا حتى لا أصدق أنك فعلت ما أتهمك به. فأرجو أن تصدقي ما أهددك به. لا تكن أحمق يا حمدون. فكري قليلا يا قمر، بفقدك أفقد كل شيء، وأعرف لماذا تفعلين هذا. من أجل غريب، أليس كذلك؟ أنت مجنون. كلمة واحدة، أنت معي أم لا؟ ابتعد. تصدق أنني فعلتها؟ يدي هاتين. كان ذلك دفاعا عن النفس، ولكنني فعلتها وأنا التي كنت أدعو للطمأنينة والمحبة. لم تكوني من بدأ. وهل هذا يغير من الأمر شيئا؟ بالطبع، فعلى كل منا أن يحافظ على حياته. تلك هبة لا يحق لنا أن نفرط فيها. هذا يناقض كل التقاليد. فعلى التقاليد أن تتغير. لا، لا تصدق أنني أفقد إيماني في لحظة. أخطأت، أعرف، ولكن المحبة هي المحبة، ولن أخسر عمري أبدا بلحظة خطأ. عشرة جمال؟ ما بك؟ أخفتني. ولماذا تخاف؟ ظننتك الوحش. الوحش جميل. أترى هذا كبير جدا؟
يحمل أكثر من الجمل؟ إذا راغب يحمل أكثر من الجمل بكثير. نحمل بالماس؟ لا أظنه يقبل شيئا كهذا. نعطيه ماستين. لا أظنه يحب الماس. لا أحد يكره الماس. لكنه وحش، فهو يستطيع أن يعود بنا. الوحش يعوم في الماء ونحن فوق ظهره، والماس هنا وهنا وهنا وهنا. سأشتري 1000 ثوب بالتأكيد. نساومه. نساوم من؟ الوحش. أتظن ذلك ممكنا؟ هذه مهمتك، فأنت تاجر وتجيد المساومة. الحقيقة لم أساوم وحشا من قبل. ساوم. أنا آتي بالماس وأنت تساومه وهو يعوم. غدا. الآن. الآن مستحيل. ولماذا؟ سيأتي ليأخذ البنت. فمزاجه معتدل، ربما قبل الرحلة بماسة واحدة. لا أظن. حاول. افعل شيئا. ماذا أستطيع أن أفعل؟ أتترك ابنتك للوحش؟ الغرباء يدبرون. لكنها ابنتك. وقلبي يتمزق. هل يكفي هذا؟ ماذا أستطيع؟ تخلصها. كيف؟ أنا التي أقول لك. وإذا كنت لا أعرف؟ حاول. صعب أن نتعلم المشي ونحن في هذه السن. خطوة دائما هي البداية. لم أمسك بسكين في حياتي. دائما يحدث هذا لأول مرة. لم نتدرب على هذا بعد. هناك فرصة للتدرب أكثر من وجود وحش. ماذا تريدين مني؟ إنقاذها. اطمئني، الكلمات لا تكفيني. وإذا كنت لا أستطيع شيئا؟ من يستطيع إذن؟ لو كان يؤجل موعده يوما واحدا. الوحش لا يؤجل موعده أبدا. ساوم. أين حبيبي الوحش؟ خلصوني من هذا المعتوه. وحش، وهذا وأنا ونحمل. أدركوني أيها الأحباء. ماذا يحدث؟ صاحبنا هذا يريد التفاهم مع الوحش. أظن أن هذا صعب ليس سهلا. ولماذا؟ ولماذا؟ أنا مستعد أن أعطيه 10 مسات، لكنني معتمد على كياسة أبي الكياسة. ولو استطاع ساكر إقناعه واحدة أو اثنتين، أستطيع شراء 10,000 عمامة و10,000 ثوب و10,000 سروال و10,000 قصر و10,000 جارية و10,000 جمل و10,000 جمال. ويحملون 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 ويحملون. Thank you.
لابد أن أدون ما حدث لحظة بلحظة، فهذا حدث قد يتكرر، ولكنه أبداً لن يكون له هذا المذاق. المدهش أن انفعالنا يسرقنا، فلا ندرك رغمه هول ما يتغير. يحق لنا أن نحس بالبهجة في يوم كهذا، وما كنت أظن أنني سألمس السعادة مرة أخرى، فلقد مضى زمن طويل لم نعرف فيه إلا الرتابة والأسف. لكم تغيرنا. نهار، ماذا بك؟ منذ حبسها في الكهف وهي حزينة، ومع ذلك فأنا اليوم أكثر الناس سعادة. أؤمن بهذا، فالتشابه كبير بين حبيبة ونهار، وما حدث لحبيبة هو نفسه ما حدث لنهار. ومن المدهش أن كليهما أنقذه الغرباء، وهذا ما يجعلنا نعيد التفكير في كل ما كنا فيه. لا شك فيه أن القوة ضرورة، ولكن إلى أي حد نستخدمها؟ أكانت الطمأنينة وهما؟ أنعيد النظر في المحبة؟ أننقلب من النقيض إلى النقيض؟ لا أحد يدري ما سيحدث، لكن ما كنا فيه هو الإنسان، وما فيه الغرباء هو الإنسان، والقوة واجبة والمحبة واجبة، لكن كل شيء في موضعه. هذا شيء محير، كيف نعرف موضعه؟ بالحيرة والقلق، وفي النهاية بأفضل ما في الإنسان، الاختيار. لقد تغيرت أشياء كثيرة يا قمر، ومن الصعب علينا أن نألف الجديد. لقد عشنا ما كنا فيه طويلا من الرأس إلى القلب، ولكن العودة إلى ما أظنه طبيعة الأشياء ليس مستحيلا.
وربما تذكرنا غدا ما كنا فيه ودهشنا. مولاي، من الصعب أن أغير من في عقلي، فقد آمنت بالطمأنينة ودعوت لها، ولا أظنني سأتغير معكم، ولو حدث فلا أظن أنه سيحدث قبل وقت طويل جدا. فدعوني أرحل إلى الأرض المحرمة، أحيا النفي هناك، فهذا سيريحني. أنت تحكمين على نفسك، وهذا ما لم يحدث أبدا. لقد اخترت، وأنا لن أتدخل في اختيارك، ولو أن هذا يوجع قلبي. ولكن تذكري دائما أن كل الأبواب مفتوحة لك. وداعا. أي عقاب قاس تختاره؟ يحب الإنسان يا أبا حديد أن يعاقب نفسه أحيانا، ويخيل إلي أن هذا ما يخلق الواسع للخير. من يحب المعرفة لا يخفيها. فمن الذي أخفى كتاب المعرفة؟ من كره أن ينشر على الناس. هذه قضية أخرى. هل نختلف في شيء؟ إنكم قدمتم لأهل هذه الجزيرة خدمات لا تنسى، فاذكرونا بها. قد نحتاجكم مرة أخرى. إذن فنحن لم نفعل شيئا. ليس المهم أن نقدم للآخرين، المهم أن نعلمهم كيف يفعلون. أنتم في إصار الجذب ولا مهرب لكم. هذا ما لا أصدقه. الواقع جلي. لكننا من الذين جاءوا إلى هذا العالم لنغير واقعه. الصخر أقوى، العقل أقوى. تفكر. تتخلين عنا. أظن أنني بذلك أتمسك بكم. دلينا على الطريق وتركينا نختار. أعرف ما ستختار. تقرأين القلوب. علمتني هذا قراءة الكتب. الإنسان لغز أكبر من الكلمات. حنينك إلى الرحيل يفوق كل شيء، مع أنه لا شيء أرحل إليه. هناك أيضا من جاءوا إلى العالم ليعرفوه. أنت تحاول أن تعرفه بالرحيل، وأنا أحاول أن أعرفه بالعزلة. وفي النهاية هو لغز. ليس شرطا أن نصل إلى الحل لنستمتع. وماذا بعد؟ أنت تطلب الكثير. أعطي مقابله الكثير. شغوفة أن أعرف ماذا تستطيع أن تعطي. أهدي إليك ماسة، أرخص ما في جزيرتنا. الهدية بما تحمل لا بثمنها. أغلى هدية قدمت إلي. فماذا نفعل؟ تنتظرون رياح الجنوب، وحدها القادرة على أن تدفع سفينتكم. رياح الجنوب تهب اليوم واحد كل عام. ومتى تهب؟ غدا. والجزيرة كلها سعيدة، تجلس أنت هنا ساردا؟ لأن أحدا في المدينة لا يحمل مثل القلق. لقد عرض عليك ما تقبل أو ترفض. عرفت هذا؟ لست هذه التي تعلق عليك الأمال. وأنا لا أريد أن أخيب أمل أحد.
لكن الحمل أثقل من أن تحتمله كتفاي. ربما إحساسك هذا سيخفف العبء عنك. لا تفهميني خطأ يا أما، فأنا لا أخشى الجهد ولكني أخشى نفسي. سأدخل عالما مليئا بالغواية، ولكنني لا أريد أن أحس أنني لست أنا. أنا في البداية أم وفي النهاية أم، ومهما رغبت في توليك الحجاب من أجلنا ومن أجلك فلا أريد عذابك. وتظنين أن رفضي هذا سيقلل من عذابي؟ ولكنني أخجل من الهروب يا أمه. فماذا ستفعل؟ سألقي بنفسي في البحر مصارعا، فإما قهرته وأقسم سأبذل كل طاقاتي لذلك، وإما قهرني لكنني لن أهزم راكعا. ستقبل إذن؟ ولكني خائف يا أمه، كما لو كنت أواجه وحشا. أنا خائف يا أمه. هذا خوف طيب، فاحمله في صدرك ولا تتخلى عنه أبدا. وجدت وسيلة للرحيل. كيف؟ متى؟ حقا؟ لكنها كلفتني الكثير. المهم أن نرحل. أهددت 10,000 دينار لبعضهم حتى يقول لي السر. هذا مبلغ كبير. لنبقى إذن؟ لا لا لا، ولكن فلنقسمه على أنفسنا. ترى ماذا يكون نصيب الواحد؟ من أين لك هذا المال يا راشد؟ أهديت ماسة إلى بعضهم. الماس هنا كثير وبلا قيمة. سيكون له قيمة عندما ترحلون. أظنك تمزح. لا أنا لا أمزح، سنرحل وغدا. غدا؟ لا تسأل كثيرا، الأسئلة لها ثمن. هذا اضطهاد، كلكم تضطهدونني. اشرح يا راشد. غدا تهب رياح قادرة على دفع سفينتنا بعيدا عن الجزيرة. إذن علينا أن نستعد من الآن. ألم أقل لكم لكل شيء نهاية؟ الحقيقة أقوى من كل خداع. هذا صحيح، فتظل في الجوف صلبة قوية، لكن الزبد يبقى على السطح دائما، يزول سريعا ويعود سريعا، فيرى من لا يريدون أن يروا الزبد وحده. لا أظن أن الأمور تعود كما كانت. أنت لا تفهم الإنسان. تكون كارثة، فلقد قضيت عمري كله أحاول أن أفهم الإنسان. الإنسان لغز يزداد تعقدا كلما حاولت فهمه. وهذه تنطبق عليها نفس القاعدة، فكلما ازددت معرفة أدركت قدر ما تجهل. فالكل قاصر. والكل لا بد منه. ما جدوى أي شيء؟ كل شيء يجدي، ولكنه ناقص. طالما نحن بشر. لا أدري ماذا أفعل. غير. ماذا تقول؟ لقد عشت على هذه الجزيرة سنوات أحسست فيها بالأمن والسعادة. تغيرت أمور، ربما تكون قد تغيرت لأفضل، فلماذا لا أبقى؟ ولكنك أخي. وعلى كل جزيرة ستجد أخا، ربما لن تعرفه في البداية، لكنك عند الحاجة ستعرفه. وداعا يا سندباد. لا تصلح الكلمات للتعبير عن أسفي لرحيلكم، وفي يقيني أنني لن أحس بالأسف حقيقة إلا بعد حين. لقد أتيتم إلى جزيرتنا مبغوضين أعداء،
وترحلون منها أصدقاء أحباء. لقد دخلتم قلوبنا فغيرتمونا، وقد تنسون ما حدث، ولكننا نحن الذين تغيرنا لن ننسى أبدا. لقد اختارني أصحابي لأقدم هديتهم إليك أيها الملك. طالما على الأرض وحوش فلا بد من السيف. إذا عدتم مرة أخرى فستجدون أننا قد تدربنا عليه. أيها الملك، ليس بالسيف وحده يحيا الإنسان، ولا بالمحبة وحدها. الإنسان يحتاج إلى هذا وتلك. أغلى ما يمتلكه الإنسان النار، وأرق ما يمتلكه الإنسان الثلج، ولكن ما أبشع النار حين تحرق، وما أفظع الجليد وهو يعتصر الدفء. لقد تعلمنا منكم الكثير أيها الأصدقاء، ولا نكتمك سرا يا مولاي أننا تعلمنا منكم أكثر. إنكم تأخذون معكم قلوبنا أيها الرجال، ونأخذ منكم أيضا ابنتكم لولدنا سندباد. وأنا يسعدني هذا، ولكن لما لا نفكر قليلا؟ سندباد يحب حوراء، وأنا لست حوراء، ولو أنه بقي هنا لخدعت نفسي وخدع نفسه. لكننا سنذهب إلى حيث حوراء، وسأتحول إلى خيال ثقيل بالتأكيد. لقد بحث سندباد عن حوراء في حبيبة، فإذا ما التقى بحوراء لن يكون هناك مكان لحبيبة. ولا أظن أن سندباد يقبل لي هذا، وقد أقبله لنفسي. ولكن الأخطر من ذلك كله أنني مدينة بحياتي لسندباد. هو لا يرى هذا، لكنني أراه. أحس من البشرة إلى أعماق عظامي. فماذا أعطيه؟ حبا أم امتنانا؟ وكيف لي أن أميز بينهما؟ وكيف له أن يميز بينهما؟ صناديقي معدة للرحيل، فهل يأمر بذلك سندباد؟ لا، لن أظلمك بحوراء أبدا. لا نريد أن نودعكم بالحزن، حتى ولو كان حزنا فليس هناك أيها الملك أنبل من حزن إنسان عرف طريقه. أيها الملك السعيد ذو البأس الشديد والرأي السديد،
انطلقت سفينة أبي مروان إلى كل مكان وجابت مشارق الأرض ومغاربها، وعرف سندباد الترحال والسفر إلى البلاد والتعرف بالعباد، ووجد في كل مكان إخوة وأقارب، وفي كل جزيرة وجد حوراء، فحيث تريد الحبيب تجد الحبائب. وتفرق المسافرون في البلاد بحثا عن الخيرات، لكن سرعان ما كانت تجمعهم الملمات فيصبحون كتيبة من الفرسان. فانظر يا مولاي شهريار، يا سيفنا البطار، إلى ما قدر وكان، وتأمل مغزى حكايتنا لقادم الوقت والزمان.